أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم في موضوع ناس كتير جدا بتشتكي منه. احنا ليه لما بتجيب أي نبتة أو أي زرعة من المشتل ممكن تقعد عندنا مثلا 5 6 7 أيام، أسبوع، 10 أيام بكتير، وتدبل وتموت؟ طيب إزاي لما أجيب نبتة إيه التعامل الصح معاها؟ يعني ما ينفعش يا جماعة أجيب نبتة حتى لو كانت هي شمس أقوم حاططها في الشمس على طول، ما ينفعش. هي جايه اصلا اي مشتل يا جماعه بيبقى مضلل، بيبقى حاطط نباتاته في شمس مغربله، حتى لو كانت صبريات برضه بتبقى في شمس مغربله. انا المفروض يا جماعه لما اجيب النبته اول ما اجيبها ما ينفعش انقلها على طول، لازم الاول احطها في مكان مظلل كده، طفل، انا لسه جايب طفل لازم اطبطب عليه، ما ينفعش اخده او مشقيه على طول، لازم الاول احطها في شمس مغربله كده مكان مظلل لمدة مثلا 5 6 7 أيام، وبعد كده أبدأ أعرضها للشمس سنة سنة، وبعد كده أحطها في المكان اللي أنا هعودها عليه، المكان المستدين بتاعها، وبعد 3 4 أيام أنقلها. طيب أنا دلوقتي مثلا النباتات دي يا جماعة أنا كنت جايبها من المعرض، من معرض زهور، من حوالي بالظبط كده حوالي 12 يوم. طبعا الحاجات دي طبعا جات لنا هدية من مدام حنان حسيني صاحب قناة جنتي، وطبعا بنشكرها جدا على الهدية بتاعتها دي. طبعا هي جابت لنا كل انواع الياسمين اللي كان عندها بصراحة، يعني الياسمين العربي والياسمين الافريقي والياسمين، وفي كمان يعني الياسمين الافريقي والياسمين الاحمر، يعني بسم الله، وطبعا ده نبات المنشار، جابت لنا شوية حلوين يعني، فاحنا بنشكرها جدا جدا جدا. احنا قلنا جبنا النباتات اهي، طبعا ده الفلفل المقزم، ده جبت كام فلفله كده يعني كزينه، ممكن نحطهم مثلا على البلكونه، ممكن، وطبعا بيتاكل، هو فلفل مكسيكي مقزم، وهو حلاوته بقى بيطلع لنا 5 الوان، يعني الفلفله اول ما بتطلع بتبقى خضراء، بعد كده تبيض، بعد كده تاخد اللون الاصفر، بعد كده اللون البرتقاني، وبعد كده تاخد اللون الاحمر، وممكن ما بين الاصفر والابيض تاخد اللون البنفسجي ده. فهي بصراحه نبته شكلها حلو قوي يعني. طيب انا دلوقتي لما جبتهم ما نقلتهمش على طول، ما ينفعش. طبعا لو نقلتها على طول هتصدم مني وهكسرها. طب انا المفروض زي ما قلنا هركنها كده، يعني اتعامل معاها اول 12 يوم كانها طفل. طيب بعد كده لما اجي انقلها طبعا لازم يا جماعه اختار قصيص مناسب، يعني ما اجيبش مثلا نبته صغيره كده واقوم حاطها في قصيص قد كده، او اجيب نبته كبيره قد كده واحطها مثلا في قصيص صغير زي ده، ما ينفعش طبعا. يعني اجيب نبته كبيره ياسمين مثلا من ده احط في قصيص زي ده، ما ينفعش. اجيب مثلا نبته صغيره مثلا زي اي حاجه زي المرجان ده مثلا، زي مثلا اللي هي الصباره الورده دي، طبعا هي شويه صبريات معظمها عصريات يعني. ما ينفعش مثلا اجيبها واقوم حاطها في قصيص كبير، ما ينفعش. هي دي كده صغيره يبقى لازم قصيص مناسب ليها، يعني ده كده مناسب ليها قوي يعني. فيا ريت اختار الحاجه المناسبه للزرعه. وبعد كده لازم يا جماعه اعمل التربه بقى المناسبه. طبعا انا التربه دي هي عباره عن بيتموس على رمل على طين على فحم، اهو حتى باين الفحم اهو، اللي هو فحم مرموش يعني، على كومبوست خفيف جدا، يعني شويه كومبوست خفاف قوي قوي قوي. طيب وبعد كده لما اجي انقلها بقى، اسهل حاجه يا جماعه في الدنيا النقل اهو، انا اجيب طبعا الاسس دي، انا احط فيها هنقل فيها الفلفل. طبعا شويه الاسس دول احنا جايبينهم من المعرض بصراحه، يعني عجبوني كده شكلهم، شكلهم كده شيك كده، ممكن تحطهم في بلكونه، يتعملوا ديكور كده على مدرج، شكلهم عجبني يعني. فانا اهو هجيب طبعا الاول هملأ القصيص اهو، وبعد كده اقيس، قبل ما اخرجها اقيس كده اهو، دي كده مناسبه جدا اهو. هقوم عامل ايه بقى؟ اهو ماسكها كده يا جماعه من تحت كده اهو، واقوم متك كده، هي هتطلع لوحدها اهي، طلعت كده، واقوم حاططها كده اهو، وبعد كده احط حواليها تربه.
او املى حواليها تربه. وبعدين اضغط بقى من حواليها كده اهو، اضغط كده حواليها كده. طبعا ما اضغطش جامد يا جماعه، يعني لازم برضو اديها مجال عشان اخلي الجذور طبعا تمشي. طبعا التربه دي ده مهمل في يعني في المعرض منه كبير وكميات كبيره، فطبعا مش مهتمين بيه قوي. زي طبعا ما هيبقى عندك نبته او نبتتين، غير طبعا لما يبقى عندك كم كبير بتبقى تايه فيهم زي حالاتي كده يعني اهو. او نزود كمان شويه عشان الري طبعا هينزل في اكيد هوا تحت. اهو واجيب الطبق بتاعها اهو. اول يكون مثلا السيس ده، السيس ده مثلا، او انا هي كانت كده هي دوبك يعني اهو. هجيب شويه تربه اهو، بعد كده احطها كده واقوم مزود حواليها. طبعا هي شوكتها ايه؟ شوكه يعني. وبالراحه كده واقوم ايه؟ اهو من حواليها كده. ما اتكاش عليها هي بقى، اتكى على اللي حواليها اهو. هنزل كده اهو يا جماعه. بالعقل كده يعني، سنه سنه كده. قوم رويها. اهو ارويها كده. بس واستنى لغايه لما الميه تسرب من تحت، وابقى متاكد ان هي سربت من تحت. طبعا كله هيتعامل نفس المعامله دي، حاجه من دول هيتعامل نفس المعامله دي. انا طبعا مش عاوز اضيع الوقت في حاجه يعني في حاجه نكررها. في طبعا نباتات لما نيجي ننقلها لازم يا جماعه نبقى لابسين يعني قفازات او اللي هنسميها الكلابز او الجوانتي، لان طبعا زي مثلا هنفترض دي العمه دي. طبعا بصراحه بحب العمه دي قوي يعني، وبتطلع زهره جميله ليها ريحه تحفه. طبعا دي لازم يا جماعه ابقى لابس جوانتي، لازم. لو انا مش لابس جوانتي مش هعرف انقلها. وطبعا القضمه احطها كده اهو في التربه كده، في ترب اهو، واقوم عامل كده بس. هي طلعت اهي واقوم حاططها. هي طبعا جذورها اهي اهي، هي طبعا جذورها مش عاليه قوي. وبعد كده ممكن اغسلها، هيبقى سهل بقى اهو. ممكن بقى ديت عشان جذورها مش عاليه ممكن انزل شويه تربه من دول اهي بس كده اهو. واقوم عامل انا بقى اجيب القصيص اللي انا احطها فيه، ويبقى زي ما قلنا طبعا القصيص مناسب للحد، حاجه يعني معقوله ليها. طبعا دي هو المفروض يعني لما اجي انقلها ما تبقاش مرويه كده اهو. واقوم جايب قصيص مناسب ليها. وبعد كده اقوم واخدها بقى يا جماعه وغسلها. بس واسيبها كده يا جماعه، هي اتغسلت كويس اهي. واسيبها بقى لغايه لما الميه دي تتصرف، وبعد كده ابقى نقلها في المكان اللي انا هسيبها فيه. لما غسلناها بقى وظبطناها اهي، نفس الحكايه برضو الفلفلايه. طيب هنيجي بقى ننقل حاجه زي الورده دي، صبرت الورده دي. برضو بنفس الحكايه، هختار برضو قصيص مناسب كده يظهرها، لان هي برضو من الحاجات التحف فيها الجميله يعني. هي رخيصه بس الحاجات الجميله اهي. اهو يا جماعه اهي، واشوف كده. ايوه معقوله قوي كده يعني. ممكن اشيل منها سنه بس عشان ايه اظهرها يعني.
يعني شوف شويه اهو، واقوم حطيتها كده اهي اهي يا جماعه اهي كده، ظهرتها وسطانها كده شويه اهي، وبعد كده اقوم مكمل تربه بقى. هتبقى قرفانه شويه، لكن طبعا يا جماعه المفروض يعني المفروض تبقى التربه دي ناشفه. همسكها كده واقوم ايه ضاغط كده حواليها، ما اضغطهاش هي، اضغط بس تربه من حواليها، وكده كده الميه هتنزلها، يعني لما هاجي اروي برضو الميه هتنزلها. ونصيحه بقى يا جماعه، طول ما بنزرع في الصيف يا ريت يا ريت التربه احط عليها فحم. طبعا الحاجات اللي هي اشكال دي يا جماعه لازم طبعا بعد ما انقلها عشان التراب وعشان شكلها يظهر لازم طبعا اغسلها، لما اجي وانا بروي كده اغسلها اهي، ونقوم راوينا بس نرويها كده بره عشان ما نبهدلش الدنيا. طبعا دي يا جماعه بقى هي صبار ميكي ماوس ده، هي نبته حلوه وجميله وشكلها تحفه، بس انا يا جماعه لو عندنا اطفال او حيوانات اليفه يعني ما منصحش ان احنا نزرعها، لان نقلها رخم وصعب، وكمان هي مجرد انها تتهز كده بتطير منها شوك ممكن يجي في اي حته، يعني انت مش هتشوف ولا تحس بيه يعني في ساعتها، لكن بعد ما تنقل هتحس فعلا بالشوك. فطبعا عاوز حذر قوي قوي احنا بننقلها. طبعا هي مين؟ انا قاسمها طبعا اهو، هنفردها كده لو نبتتين في حاجه واحده، او هنفردها كده يا جماعه اهو بالعقل كده اهي. طبعا التربه اللي فيها كلها تعتبر يعني طين بس، يعني مش شايفه كده خالص اهو، نفصلهم كده يا جماعه اهو، فصلتها كده وبرضه هنختار قصيص مناسب اهو، حملاه شوية كده تلتو يعني على حسب طبعا جذورها اهي، جذور الزيادة دي يا جماعة هقوم اقصينها كده اهي افضل يعني، لان طبعا فيها كتر مية وهو مش عاوز مية كتير اهو كده، واقوم حاططها كده بس بس، واقوم ضاغط حواليها كده نفس الحكايه التانيه اهي. طبعا هو شكلها كده كانت متجدره في رمل، وطبعا التعقيل بتاعه سهل جدا، باخد طبعا اي كفر من دول زي التين الشوكي كده، باخد اي كف من دول وحطه يعني بس كده يا جماعه، ضغطين كده اضغط حواليها بس كده، وطبعا لما هسقي كل ده طبعا هيطلع، اي جيوب هوائيه جواها تطلع او اي هواء هيطلع. بس وبعد كده نسقيها. بس نصيحه يعني يا جماعه، يعني لو عندنا تاني بكرر، لو عندنا اطفال او بنربي حيوانات اليفه بلاش يا جماعه الزرعه دي بلاش. لان فعلا بتنطر شوك كده لوحدها يعني تلقائيا كده. يعني سبحان الله ربنا خلق كل حاجه ليها طريقه في الدفاع عن نفسها، دي بتدافع عن نفسها كده، لما بتحس باي حاجه تحط عليها او تتهز ولا حاجه لازم بيطلع منها الشوك ده. فيا ريت يعني من ايه يعني لو عندنا اطفال او حيوانات اليفه يبقى بلاش منها.
طبعا في النهايه يا جماعه كل سنه وانتم طيبين طبعا بمناسبه العيد الاضحى، وربنا طبعا يعود علينا وعلى الامه كلها باليمن والخير واليسر والبركه. ويا ريت طبعا لو حضرتك او حضرتك لقيت استفاده من الحلقه ديت، يا ريت تدعمونا باللايك والشير. ولو حضرتك مش مشترك في القناه، يا ريت طبعا تدعمنا بالاشتراك في القناه، وتشرفنا طبعا فيها. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.